عودة إلى ملف الحملة الواسعة بحق المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، ينضم إلينا من بغداد مراسلنا محمد فراس. محمد، مساء الخير، هل أطلعتنا على تفاصيل الحملة الواسعة التي قامت بها المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بحق المتلاعبين والمضاربين بأسعار اللحوم والمواد الغذائية؟ تفضل. نعم، جرت صباح هذا اليوم جولة تفتيشية على جانبي بغداد كرخا ورصافة وفي جميع الأسواق، الأسواق الشعبية والأسواق التجارية العامة المعنية ببيع اللحوم وغيرها من المواد الغذائية، التي شهد المواطن ارتفاعا كبيرا في أسعارها. الجولة جرت من قبل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، توزعت فرقتان على جانبي الكرخ والرصافة بحثا عن المتلاعبين بالأسعار والمضاربين والذين يحاولون رفع هذه الأسعار إلى مستويات أعلى من الطبيعي ومن المعهود ومن المعروف لدى المواطن العراقي. هنالك مجموعة من الإجراءات اتخذت من قبل المديرية بحق عدد من المحال التجارية التي شوهد فعليا يعني ارتفاعا ومحاولة الضغط لرفع الأسعار في إلى مراحل أو إلى مستويات أو إلى أسعار لا يستطيع المواطن العراقي البسيط مجاراتها والتعايش معها، خصوصا أن هنالك أزمات اقتصادية قد أثرت على المواطن العراقي من ارتفاع أسعار الدولار وغيرها. بالعودة إلى موضوع اللحوم، الحديث بجانبين، الجانب الأول من قبل أصحاب المحال أو أصحاب محال بيع اللحوم يتحدثون عن ارتفاع، يعني نتحدث عن أصحاب بيع اللحوم المفرد يتحدثون عن أن هنالك ارتفاع في الأسعار على ما يبيعوه من اللحوم، يعني يشتري البائع يشتري اللحوم بأسعار مرتفعة عن ما كانت في السابق بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وكثير من الأسباب أيضا يعزوها أصحاب محال بيع اللحوم. أما وزارة الزراعة فتؤكد على أن هذا الارتفاع قد يكون وقتي ويعود إلى ما كان عليه بعد عودة الرعاة من رعي أغنامهم في المناطق البعيدة عن مراكز بيع المراكز التجارية للبيع سواء الجملة أو المفرد. هذا الابتعاد والتوجه نحو المناطق الخضراء التي انتعشت بفعل موجات الأمطار حينما يعودون إلى مراكز المدينة والأماكن القريبة من بيع الجملة والمفرد سيعود السعر على ما هو عليه في السابق. هنالك أيضا تدعيم من قبل الحكومة العراقية من خلال إدخال اللحوم المستوردة وأيضا إدخال الأغنام إلى الأسواق العراقية بغية امتصاص هذا الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم. الحكومة العراقية كما تحدثت تسعى دائما لاحتواء هذا المشهد ومحاولة منها في السيطرة على أسعار اللحوم لئلا تتسبب بأزمة أخرى. المواطن اليوم يبحث عن ما يستطيع مجاراته وشراءه، بالتالي ارتفاع الأسعار يعني المشهود في الأيام السابقة وصل ارتفاع أو وصل سعر كيلو الغنم والعجل إلى 24 إلى 22 ألف دينار عراقي بعد ما كان 16 ألف و 17 ألف دينار عراقي، هي ارتفاع أضيف ثلث إلى السعر الطبيعي. بالتالي هذا الارتفاع يثقل كاهل العراقيين بالتأكيد، خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم. مطالبات مستمرة باستمرار هذه الحملات واستمرار مساعي الحكومة في احتواء هذه الأسعار وأن لا تحدث هنالك أزمة جديدة في السوق العراقي. نعم، طيب، ولكن يعني كيف تتم محاسبة المتلاعبين والمضاربين بأسعار سواء في اللحوم أو المواد الغذائية؟ هل هناك تسعيرة ثابتة وضعتها الحكومة يتم في ضوئها محاسبة المتلاعبين والمضاربين بالأسعار؟ أي تلاعب بأسعار المواد الغذائية فوق المعروف والمتداول يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون العراقي ضمن قانون العقوبات. بالتالي إن لم تكن هنالك صيغة مبررة لهذا الارتفاع، هامش ربحي محدد، وأي تجاوز لهذا الهامش بطريقة غير معقولة أو غير مقبولة كما تحدثت
يكون هنالك ثلث السعر على السعر الطبيعي، يكون هذا الأمر مخالف للقوانين العراقية ويعتبر أيضا جريمة. هنالك سياقات قانونية تبعتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في هذا الصدد، وبالطبع اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق من يتلاعبون بهذه الأسعار. طيب، يعني قلت أن هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بحق المتلاعبين والمضاربين بأسعار من خلال إغلاق ربما محل بيع اللحوم وما شاكل، هل هناك إحصائية لعدد المضاربين والمتلاعبين بالأسعار التي يعني تمت معاقبتهم من قبل المديرية؟ نعم، الحملة مستمرة، يعني لم تتوقف حين الانتهاء منها. الجميع علم بأن الأسواق الشعبية والمركزية الرئيسية في بغداد جانبي الكرخ والرصافة هي كبيرة جدا، تحتاج إلى وقت طويل في مراحل التفتيش والمتابعة، بالتالي ستكون هنالك إحصائية رسمية وبيانات دقيقة من قبل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وسيتم يعني إصدارها ببيانات رسمية بعد الانتهاء من هذه الحملة وأيضا السيطرة على السوق العراقي في هذه الأيام. في هذه الأيام أتحدث عن بداية الأسبوع إلى نهايته وباقي أيام الشهر أيضا. نعم، محمد فراس مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.